أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في قناة مناجم المعرفة اليوم سنحدثكم عن موضوع شيق وممتع، فهي بناء أسرع وأغلى 10 سيارات في العالم لعام 2021. نعتقد جميعنا على الفور أنها سيارة بوجاتي الخارقة، ولكن في الحقيقة هذا ليس صحيح. بعد أن حطمت شركة الأمريكية لصناعة السيارات الخارقة هذه الأسطورة، وتزداد السيارات الفائقة سرعة وتصل لمستويات الخيال العلمي، وتتنامي الرغبة في تحقيق أداء أكثر من أي وقت مضى لاحتلال قمة هرم السرعة، وبقدر ما يبدو الصراع داميا وقد يؤدي لنتائج كارثية، لكن ركض شركات السيارات لتحتل المكانة الأولية في قائمة أسرع 10 سيارات في العالم هو نوع من الجنون. تتنافس شركات السيارات منذ فجر تاريخ الصناعة على لقب أسرع سيارة، على الأقل ففئتها لكي تحظى بمبيعات وشهرة أكبر من المنافسين بسبب سرعتها ولتى يبحث عنها الشباب. ولكن مع ظهور شركات السيارات الخارقة مثل بوجاتي على سبيل المثال، تغير الأمر وأصبح لقب أسرع سيارة في العالم حقيقة وواقعا ملموسا، وأصبحت شركات محدودة تنافس لتحظى بهذا اللقب. ومهما أنفقت تلك الشركات فلا ضير، حيث يدفع العملاء قيمة سيارات تعد الأسرع، لكنها لا تستخدم علي الطرق في شتى أنحاء العالم، فأسرع الطرق لا يتعدي 200 ميل في الساعة، تحققها كثير من السيارات العادية. لكن دعونا نتجول بين أسرع 10 سيارات في إنتاجية في العالم. تم اختيار السيارتي في هذه القائمة تبعا للسرعة القصوي، ولم يؤخذ في الاعتبار التسارع أو انطلاق السيارة. 10. بوغاتي شيرون سبورت. السرعة القصوى 261 ميل 420 كيلومتر في الساعة. استطاع الأمير بدر بن سعود أن يكون رسميا أول مالك لسيارة بوجاتي تشيرون في عام 2016، حيث قام بشراء أول نسخة إنتاجية من أسرع سيارة في العالم، بالإضافة إلى أخرى من إصدار في جنجران توريزمو المميز، بعدما طرحتهما الشركة للبيع ليزين مرآبه كلا من بوغاتي تشيرون ونسخة بوغاتي الوحيدة من نوعها في جنجران توريزمو التجريبية. وتقدم بوجاتي السيارة بمحرك جبار 12 سعة 8 لترات، الذي تصل قوته إلى 1497 حصانا، ويمكنه التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين ونصف الثانية، والوصول لسرعة قصوى تبلغ أكثر من 420 كيلومتر في الساعة رغم الوزن الكبير للسيارة الذي يصل إلى 1995 كيلوغراما. وقالت بوجاتي إن السيارة لن ينتج منها أكثر من 500 نسخة فقط، وطرحت بسعر 2.4 مليون جنيه استرلين للنسخة الواحدة. ولأول مرة في مصر أعلن أحد مستوردي السيارات في مصر عن توفر سيارة بوجاتي شيرون 2020، وذكر المستودر أن السيارة جاهزة للشحن بمبلغ 105 ملايين و840 ألف جنيه شامل الشحن والجمارك والضرائب، مشيرا إلى أنها مستعملة بعداد 4000 كيلومتر. وتحتل بوجاتي شيرون سبورت المرتبة العاشرة في قائمة أسرع 10 سيارات في العالم. 9. بوغاتي فيرون سوبر سبورت. السرعة القصوى 207.86 ميل في الساعة 431 كيلومتر في الساعة. في عام 2010 قدمت بوجاتي فيرون الرياضية السوبر التي حققت بالفعل رقما قياسيا في السرعة. بالالتزام بقيود موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تم الوصول إلى 207.86 ميل في الساعة 431 كيلومتر في الساعة بشكل غير مسبوق، وحصل فيرون على لقب فارس باعتباره أسرع سيارة رياضية خارقة في ذلك الوقت. يبلغ طول السيارة 4.34 متر وعرضها 1.95 متر وارتفاعها 1.2 متر. ويقع محرك السيارة بوجاتي فيرون في المنتصف ويتكون من 16 أسطوانة مع 64 صماما، سعته اللترية 7993 سنتيمتر مكعب، وقوته 1001 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة،
ويرتبط بالمحرك ناقل حركة بسبع سرعات، ولم يقد أحد بهذه السرعة مطلقا إلا في المختبرات القياسية. بدأ إنتاج فيرون في أيلولا سبتمبر 2005، وقد بنيت يدويا في مصنع فولكسفاجن بالقرب من المقر السابق لبوجاتي في شاتو سان جان في موشيم الألزاسي فرنسا، واختير اسم سائق السباقات الفرنسية والذي فاز في سباقات لومان 24 ساعة في عام 1939 لشركة بوجاتي الأصلية ليكون اسمها لهذا الطراز الذي حلت مكانه سيارة شيرون السابقة شينجر 21 سي. السرعة القصوى 268 ميل 431 كيلومتر في الساعة. قد يبدو الاسم غريبا علي الأسماع، وسي زينجر هي شركة سيارات مقرها لوس أنجلوس، وأول إنتاج لها كان سيارة 21. تم تصميمها وهندستها وتصنيعها من الألف إلى الياء من قبل فريق من المهندسين والعلماء والمصممين في لوس أنجلوس، وأقتصر إنتاجها على 80 وحدة فقط. وتنطلق زينجر بسرعة قصوى تصل إلى 452 كيلومتر في الساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 1.9 ثانية فقط، ومن 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة في 13.8 ثانية. أما من 0 إلى 248 إلى 400 كيلومتر في الساعة فتبلغها في 27.1 ثانية، لتحل ثامنة في قائمتنا لأسرع 10 سيارات في العالم. وعرضت 21 لأول مرة في مارس 2020، وتبدو مثل سفينة فضائية بأبعاد رشيقة وجذرية مع جانب مميز يضفي الرهبة التي تحتاجها السيارة الخارقة. ومن أجمل ما يميزها هو العرض من الخلف الذي يبلغ 2005 ملم مع جناح كبير، ويمكنك أن ترى الحرفية مع ألياف الكربون المصنوعة يدويا وأعمال الطلاء متعددة الطبقات. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الأداء الذي يرجع إلى نسبة القوة بالنسبة للوزن التي تبلغ 1.1. المحرك في 21 يأتي بقوة 1250 حصانا ووزن أقل من 1240 كيلوغرام. المحرك عبارة عن محرك بثمانية سلندرات ثمانية مسطح بسعة 2.88 لتر، وصمم المحرك لاستخدام مجموعة من أنواع الوقود بما في ذلك الميثانول المعاد تدويره بالكربون وأنواع الوقود الإلكترونية الأخرى لتكون خالية من الانبعاثات. وزود المحرك بتوربو مزدوج بالإضافة لمحركين كهربائيين عاليي الإنتاج، يعمل كل منهما على تشغيل عجلة أمامية مع توجيه عزم الدوران. 7. هينسي فينوم جي تي. السرعة القصوى 207.49 ميلا في الساعة 435.31 كيلومتر في الساعة. في 14 من فبراير 2014 سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا في السرعة للسيارات الرياضية ذات المقعدين من خلال الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 207.49 ميلا في الساعة 435.31 كيلومتر في الساعة. تم إجراء اختبار السرعة في مركز كينيدي للفضاء على مدرج هبوط مكوك الفضاء بطول 3.2 ميل. هذه السيارة الخارقة التي تتخذ من لوتس إليز مقرنا لها مدعومة بمحرك ثمانية ضخم من شفروليه 7 بسعة 7.0 لتر مع توربو مزدوج بذروة إنتاج تبلغ 1244 حصانا وقادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 207.49 ميلا في الساعة أو على الأقل قريبة جدا من هذا الرقم، وذلك بالتزاوج مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات من طراز تم إنتاج هذه السيارة المعينة في فبراير 2014 قبل حوالي 3 سنوات من توقف النموذج، وتم بيعها في الأصل مقابل 1.5 مليون دولار أو 1.125 مليون جنيه استرليني بالمعدلات الحالية. بدأ إنتاج في عام 2010، وعلى مدار 6 سنوات تم تجميع عشرات من سيارات العملاء فقط بالإضافة إلى النموذج الأولي للتطوير.
تعتبر مشاهدة واحدة معروضة للبيع في سوق السلع المستعملة حدثا نادرا للغاية، ولهذا يسعدنا الإبلاغ عن وجود مثال معروض حاليا للاستيلاء عليه. إنه الهيكل رقم 9، والذي يعتقد أنه المثال الأبيض الوحيد من السلسلة. 6. كينيزيج أجيرا آر. السرعة القصوى 278 ميل في الساعة، 447 كيلومتر في الساعة. هي سيارة رياضية وسطية محرك أنتجها مصنع سيارات سويدي عام 2011، وهي خليفة طراز C6 والتي حقّت تسارع في 2.9 ثانية لتدخل إسطبل النخبة لقائمة أسرع 10 سيارات في العالم، وعقبتها بأجيرا ريس التي حققت في 4 نوفمبر 2017 رقما قياسيا للسرعة، مسجلة متوسط سرعة 278 ميل في الساعة، 447 كيلومتر في الساعة في المسارين، والتي كان متوسطها على الجري في اتجاهين على طريق عام مغلق في لاس فيغاس نيفادا، لتحل علي قمة هرم أسرع 10 سيارات في العالم آنذاك والسادسة حاليا. تمتلك محرك 8 توربو سعة 5.0 لتر ينتج 1380 حصانا، وهو ما كان كافيا للتغلب على حامل اللقب السابق بوجاتي فيرون سوبر سبورت لتحتل المقدمة بمقدار 12 ميلا في الساعة. والزيادة الطين بلة، تغلبوا أيضا على الرقم القياسي العالمي الذي حققته بوجاتي في التسارع من 0 إلى 250 كيلومتر في الساعة، الذي كان مسجلا لبوجاتي شيرون بأكثر من 5 ثواني، حيث حققت أكيرا وقتا بلغ 36.44 ثانية، وبعد أيام قليلة فقد أطلقت بوجاتي فيديو لنفس التسارع لسيارة شيرون. ومن المثير للاهتمام أن ليست هجوم كوينيجسيج الأول على تفوق السرعة في الخطوط المستقيمة، فقد تم تسجيل سيارتها الأولى بسرعة 242 ميل في الساعة على حلبة السرعة في بإيطاليا في عام 2005، وهو ما مهد الطريق للشركة للحفاظ على قدمها على الأرض وتصميم سيارات إنتاج أسرع. ولعل الشيء الوحيد الذي لم يتم الكشف عنه بعد هو السعر، لكن قيل لنا ألا نتوقع أقل من 1 مليون يورو، 1.39 مليون دولار. 5. كينيسي فينوم F5. السرعة القصوى 301 ميل، 484 كيلومتر في الساعة. كشفت شركة هينيسي الأمريكية عن سيارة خارقة أسمتها الوحش فينوم F5. قدمت هينيسي فينوم F5 بتصميم خارجي هجومي ورياضي للغاية من الأمام والخلفي والجوانب، ومشتت هواء ضخم، وعجلات رياضية قياس 19 بوصة بالأمام و20 بوصة بالخلف، ويبلغ وزن السيارة 1305 كيلوغرام فقط، مزودة بهيكل وقاعدة عجلات من الكربون فايبر، وتحتوي المقصورة الداخلية على عجلة قيادة مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، بالإضافة لي مقاعد رياضية بتصميم مميز للغاية. قدمت السيارة بمحرك 8 الاسطوانات سعة 6.6 لتر توين تربو مصنوع يدويا، يولد قوة 1817 حصان و 1617 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بصندوق سرعة من 7 سرعات، وينقل القوة لدى العجلات الخلفية، لتتسارع فينوم 5 من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثواني، وتحقق تسارع مميز للغاية من 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة في 4.7 ثانية فقط. وتعتزم الشركة إنتاج 24 سيارة فقط من هذا الطراز، منها 12 سيارة للسوق الأمريكية و12 سيارة لباقي أنحاء العالم، حيث يصل سعر الواحدة إلى 2.1 مليون دولار إلى جانب الضرائب التي يتم احتسابها على أساس السعر الأصلي للسيارة، وهو 1.6 مليون دولار. وتحقق أداء مذهلا، فتستطيع التسارع سرعة 124 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية فقط، ثم تصل إلى 186 ميلا في الساعة خلال 8.4 ثانية، ثم إلى 248 ميلا في الساعة خلال 15.5 ثانية من انطلاقها.
4. بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300 بلاس النموذج الأول. تجاوزت العتبة السحرية البالغة 300 ميل 482.80 كيلومتر في الساعة. في 2 أغسطس 2019 حقق سائق اختبار بوجاتي أندي ولا السرعة 304.77 ميل في الساعة 409.48 كيلومتر في الساعة في نموذج أول من تشيرون سوبر سبورت 300 بلاس في منشأة اختبار فولكس فاجن. واحتفلت أوساط السيارات ومحبيها بالسباق المثير للأرقام القياسية الذي تجاوز العتبة السحرية البالغة 300 ميل في الساعة لأول مرة. يقتصر هذا الإصدار الخاص جدا من على 30 وحدة، وهو مستوحى بصريا وتقنيا من السيارة التي حطمت الأرقام القياسية. وقالت بوجاتي أنها ستنتج 30 وحدة من هذا الوحش الجميل. تم تمديد هيكل تشيرون 300 بلاس وتحسين الديناميكية الهوائية وتقليل مقاومة الهواء بأكثر من 4% بفضل ستائر هوائية في زوايا المصد الأمامي ومخارج الهواء على أغطية العجلات الأمامية لتحسين الأداء والاستقرار حتى عند السرعات التي تزيد عن 420 كم في الساعة. بفضل محرك 16 الأيقوني سعة 8.0 لتر والذي ينتج 1.176 كيلو واط في 1.600 حصان، ولا يقتصر الأمر على الحصول على أطنان من القوة للوصول إلى تلك السرعات المذهلة فحسب، بل إنها تستخدم أيضا أجزاء هوائية عالية التقنية مثل تصميم الجسم طويل الذيل وناشر خلفي سلبي للرفع، بالإضافة إلى عجلات مغنيسيوم خفيفة الوزن. تشيرون سوبر سبورت 300 بلاس هي سيارة خارقة ذات محرك وسط بمقعدين تم تصميمها تكريما للطراز المعدل الذي حطم علامة 300 ميل في الساعة. وسيشارك مالكو بوجاتي الحاليون في جولة الذكرى السنوية 110 للشركة المصنعة في أوروبا. 3. بوغاتي بولايد السرعة القصوى 311 ميل 500 كيلومتر في الساعة. دعونا ننتقل إلى المطاردة وننزل إلى الأرقام المثيرة. ينتج العملاق بوجاتي بولايد محرك بسعة 8.0 لتر الذي تم اختباره 1578 حصانا 1177 كيلوات. وصممت بوجاتي المحرك ليتغذى على وقود السباق 110 أوكتان لإطلاق قوة مذهلة تبلغ 1825 حصانا 1.361 كيلووات عند 7000 دورة في الدقيقة و 1.850 نيوتن متر 1.365 رطل قدم من عزم الدوران عند 2000 دورة في الدقيقة بدعم من شاحن توربيني رباعي جديد. من خلال تدابير مختلفة لإنقاص الوزن تمكن المهندسون موليشيم من تقليل وزن البولايد إلى 1240 كيلوغراما فقط 2734 رطلاً، أو ما يقارب وزن السيارة الأوروبية المدمجة النموذجية. ويتمتع هذا الوحش المخصص لحلبات السباق فقط بنسبة مذهلة من الوزن إلى القوة تبلغ 0.67 كيلو جرام حصان بدون إضافة جميع السوائل اللازمة. ومع وجود الكثير من القوة في سيارة خارقة خفيفة الوزن فلا عجب أن بولايد هي صاروخ مطلق وتتسارع من 0 إلى 62 ميلا في الساعة 100 كيلومتر في الساعة. يستغرق الالتواء في الرقبة 2.17 ثانية وتنطلق من 0 إلى 124 ميلا في الساعة 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة في 4.36 ثانية. وهذه كلها أرقام أداء محاكية. وتنطلق بوليدي من 0 إلى 300 كيلومتر في الساعة في 7.37 ثانية و 0 إلى 249 ميل في الساعة 0 إلى 400 كيلومتر في الساعة في 12.08 ثانية. وبعيدا عن القوة نشاهد تصميم ستشعر بأن بوليد من مجرة بعيدة. هناك في الواقع أكثر مما تراه العين، حيث تفتخر السيارة بما تصفه بوجاتي بأنه جلد خارجي قابل للتحول مع سقف أشبه بالمغرفة لتحسين تدفق الهواء.
فيما يظل سطح المغرفة أملسا عندما يتم قيادة السيارة بسرعة بطيئة وينتفخ مجال من الفقاعات بمجرد الضغط بقوة على دواسة الوقود. 2. كينيزيك جيسكو أبسولوت. السرعة القصوى 330 ميل 531 كيلومتر في الساعة. لم يقف كريستيان فون كونيكسيج مكتوف الأيدي بعد أن أخذت بوجاتي المجد الذي حققه العام الماضي، بعد أن سجلت بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلاس رقما قياسيا جديدا للسرعة القصوى، محطمة رقم سيارته أجيرا إسر. وأرادت شركة السيارات الخارقة السويدية العودة للقمة بسيارة طراز كوينيكسيج جيسكو أبسوليوت، وهي نسخة أكثر تطرفا من جيسكو القياسية. تتميز جيسكو عن سبابقتها بعدد من التعديلات تهدف إلى الاستقرار عند السرعات العالية لتحتل قمة أسرع 10 سيارات وسيارة طريق الإنتاجية الأسرع في العالم، وهو مظهر علي تصميمها وهندستها لتذهب بسرعة. مع زوج من الزعانف المستلهمة من الطائرة المقاتلة F-15 وضعت في الخلف، بجانب الغطاء الخلفي الممتد والعجلات الخلفية المغطاة وارتفاع الركوب المنخفض، وأغلق مجرى الهواء بالغطاء الأمامي لتقليل السحب والقوة السفلية. وجاءت جيسكو بتصميم رائع ممزوج بتقنيات جديدة متقدمة، وسينتج منها 124 سيارة فقط، ويبدأ سعرها من 2.8 مليون دولار. سنبتعد عن الترفيه ونركز علي القوة والأداء، حيث تأتي الطاقة من محرك 8 مزدوج التوربو بقوة 1600 حصانا يرسلها للعجلات الخلفية عبر ناقل سرعة خفيف من 9 سرعات. وصممت كونيكسيج المحرك بشكل مثير للدهشة، واستطاع صندوق التروس إجراء تغييرات في التروس في جزء من الألف من الثانية من أي ترس إلى أي ترس آخر. وتقول كوينيكسيج أن السرعة القصوى تبلغ 330.5 ميل في الساعة. كما تتميز جيسكو أبسوليوت بمعامل سحب يبلغ 0.278 فقط. 1. SSC تويترا. السرعة القصوى 316.11 ميلا في الساعة 508.73 كيلومتر في الساعة. يدور صراع بين شركة SSC نورث أمريكا وشركة بوجاتي حول لقب أسرع سيارة في العالم، وحصدته في عام 2017 بطراز أجيرا بسرعة 447 كيلومتر في الساعة، ولم تهنئها عليه بوجاتي بي وخرجت علينا بسيارتها طراز تشيرون. لكن في العاشر من أكتوبر 2020 فاجأتنا بسيارة تويترا التي خطفت لقب أسرع سيارة من بوجاتي تشيرون، فيما شككت بعض من التقارير مصداقية الرقم. تبقي أسرع سيارة إنتاجية في العالم مخصصة للشوارع بشكل قانوني، أسرع سيارة في العالم من SSC نورث أمريكا. يزأر بداخل تواترا محرك 8 الأسطوانات على شكل حرف في مزدوج التربو سعة 5.9 لتر، ينطلق بقوة تصل إلى 1750 حصانا، وينقل المحرك قوته إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، لتنطلق السيارة بسرعة قصوى تزيد عن 480 كيلومتر في الساعة. وتتميز السيارة التي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط بخطوط تصميمية انسيابية مع جناح خلفي قابل للإخراج. ولمزيد من التفرد تم تجهيز السيارة بأبواب مجنحة، وكان تصميم المركبة احتاج إلى عقد من الزمن لتنفيذه، وهو مستوحي من تصاميم الطائرات المقاتلة، ويبلغ سعر هذه السيارة 1.9 مليون دولار. في العاشر من أكتوبر 2020 سجلت SSC تواترا أعلى سرعة لسيارة الإنتاج بسرعة قصوى في اتجاه واحد تبلغ 331.15 ميلا في الساعة 532.93 كيلومتر في الساعة، ومتوسط اتجاهين يبلغ 316.11 ميلا في الساعة 508.73 كيلومتر في الساعة، بمركز كينيدي للفضاء. ووثقت سرعتها الجديدة في غضون ساعة واحدة فقط لتحطم الرقم القياسي العالمي، وتسجل كأسرع سيارة في العالم. وأهم مسجلته رقمين، الأول 301 ميل
484 كيلومتر في الساعة، والثاني 331 ميل 532 كيلومتر في يون الساعة. أما الرقم المسجل بشكل قانوني هو 316 ميل 508 كيلومتر في الساعة.